السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي بقى عندنا حوائط داخلية، وعايزين الحوائط الداخلية دي توصل لحد السيلينج. خلينا نرسم بعض الحوائط بالشكل دوت، تمام؟ مادام في جزء اترسم وجزء مترسمش من حاجة، يبقى على طول افكر في الجروب فيو، تمام؟ وبعد كده هاخد الحائط ده كده كوبي من هنا لهنا لهنا، اقول له مالتيبل، واروح اعمل دي كده ودي كده، تمام؟ واقول له دايمنشن من هنا لهنا 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 لهنا، تمام؟ وبعد كده هخليهم كلهم ايكوال بالشكل دوت. وبعد كده هروح قايل له انا عايز روم، تمام؟ بليس روم اوتوماتيك، عمل لي الروم كلهم، تمام؟ طيب انا عايز احط السيلينج، ممكن اجي هنا من السيلينج واروح قايل له على ارتفاع 2700، بس لو قلت له اوتوماتيك سيلينج هيحط هنا 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 هنا. انا عايز اقول له سكتش سيلينج، اشمعنى؟ على اساس انا مش انا عايز سيلينج يبقى مكمل، تبقى الحيطه واقفه عند السيلينج، فالسيلينج لازم يكون مكمل. فاقول له سكتش سيلينج، واقول له ارسم لي السيلينج من هنا كده لهنا كده. فانا كده رسمت السيلينج قطعه واحده عليهم كلهم، واقدر اقفل بالشكل دوت. طبعا لو انت مش عايز تقفل ما تقفلش، تمام؟ بس انا بحطه بقفل عشان احتياطي، لو حد غير في الحوايط يتغير معايا. طب السيلينج بيظهر معايا، ينفع يظهر في البلان، بس الافضل ان انا اقول له اعمل لي لوحه للسيلينج ليفل 1، اوكي؟ فهيبدا يطلع معايا بالشكل دوت. طيب لو جيت عملت كده وقلت له فلتر، وقلت له انا عايز السيلينج، هيعمل سيلكت على السيلينج بس، هقول له ايديت تايب، واقول له انا عايز اغير الشكل بتاع السيلينج، تمام؟ ممكن اجي هنا اقول له انا عايز السيلينج بتاعي يعني شكل، اختار انا بقى مثلا 60x60 او حاجه زي كده، تمام؟ هقول له انا عايز السيلينج بتاعي الباترن بتاعه ابدا اشوف حاجه كده تكون مناسبه، وليكن مثلا دوت مثلا، تمام؟ تقدر تختار اوكي السيلينج العادي، طيب ممكن نعمل ماتيريال جديده، اقول له كريت نيو ماتيريال، ودي اسميها سيلينج، رينيم سيلينج 60x60، تمام؟ واجي هنا اقول له الباترن بتاعي هيبقى موديل 60x60 مثلا اهيت، تمام؟ ودي برضه 60x60، اوكي. تظهر معايا بالشكل دوت، تمام؟ اقدر اجي هنا اقول له الاين، واخلي السيلينج موازي للحته ديت، والسيلينج ده موازي للحته ديت بالشكل دوت. طيب لو انا قلت له هنا واير فريم، واجي هنا اقول له فاين، تمام؟ طيب انا عايز اخلي الشغل بتاعي يقف لحد هنا، فهاجي ارسم سيكشن من هنا لهنا، واقول له جو تو فيو. طيب انا ممكن اعلم على الحوائط دي كلها واخليها على نفس الارتفاع دوت اللي هو 2700، تمام؟ ليفل 1 2700 بالشكل دوت. بس الكلام ده مش مظبوط. ليه مش مظبوط؟ لان لو حد غير السيلينج الشغل بتاعي مش هيتغير معايا، فانا عايزه بقى يتغير معايا. طب ايه الحل؟ حل ان انا اعمل تراجع، واروح اعمل سيلكت عليهم كده الحوائط الداخليه بس، واقول له اتاش، واقول له لحد السيلينج، فيروح واقف عند السيلينج كده. لو حد عدل في السيلينج الشغل بتاعي هيتعدل معايا، تمام؟ خلينا نقول له ده 2700، تمام؟ طيب ادوس كنترول تاب عشان ارجع للصوره اللي قبل كده، هلاقي ان في الحيطه ساعات بتعوق السيلينج او بتفهم شكل. لو انا عايز الهيدن لاين الخطوط تبقى مكملة، ممكن تعمل سيلكت عليهم كده على الحوائط ديت، واروح قايل له انا عايز اعمل فرايت باي اليمنت، وادي له شفافية بالشكل دوت،
بحيث ان السيلينج يكون مكمل، لان هو السيلينج اصلا مكمل، فانا عايز السيلينج يبقى ظاهر معايا في قلب الشغل بتاعي بالشكل دوت. تمام، فكده انت طلعت لوحة مظبوطة، الشغل كله مظبوط. لو دخلت في قلب في قلب السكشن او القطاع، هتلاقي الشغل بتاعك مظبوط والبيان بتاعك مظبوط.